من تونس تنضم إلينا مراسلة الغد نجلاء بخريص. نجلاء، يعني ما هي معالم الصورة؟ كيف تبدو الرؤية؟ نعم، تستمر فعاليات الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، حكومة الكفاءات الوطنية. في هذه الساعات يقوم النواب التونسيون بتقديم آرائهم وتقييماتهم لخطاب هشام المشيشي الذي تحدث فيه عن أولويات عمل فريقه الوزاري خلال الفترة المقبلة، وهذه الأولويات لخصها في عنوان اقتصادي، أي أن هذه الحكومة ستعمل على إنقاذ تونس من أزمتها الاقتصادية. تحدث عن دفع عجلة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، تحدث عن دعم الطبقات الفقيرة والهشة خاصة في المدن والقرى الريفية، تحدث عن يعني استقرار يعني المشهد السياسي بشكل عام في الفترة المقبلة، وأيضا ركز على حاجة المواطن التونسي اليوم إلى استقرار وإلى جودة الحياة من خلال يعني مراجعة منظومة الدعم وأيضا التقليص في الأسعار إلى غيره، إلى جانب يعني نقاط أخرى تتعلق بتطوير البنية التحتية والمنشآت السياحية وغيرها من الملفات الكبرى، وأيضا إيقاف نزيف الاستدانة من الخارج مع ارتفاع ديون تونس نحو الصناديق المالية الدولية. إذن هذا الخطاب هو خطاب بعنوان اقتصادي بحت، يتفاعل معه اليوم النواب ومختلف الأحزاب المكونة لهذا المشهد البرلماني. يبدو أن الأحزاب قد اتخذت مواقف واضحة حتى قبل هذا الخطاب، يعني منذ يوم أمس تقريبا شورى النهضة وقلب تونس حددا موقفهما سيمنحان الثقة لهذه الحكومة على اعتبار أنه في إطار المصلحة الوطنية كما أسمياها. أيضا هناك أحزاب تقول إنها لن تمنح ثقتها لهذه الحكومة، حركة الشعب وائتلاف الكرامة. هذه الأحزاب تقول إن المشهد اليوم لا يحتاج إلى كفاءات بقدر ما يحتاج إلى التفاف سياسي وحزبي وغطاء حزبي لهذه الحكومة التي يجب أن تكون حكومة سياسية بامتياز. القراءات الحسابية تقول إن هذه الحكومة قد تحصل على أكثر من 130 صوت لفائدتها باحتساب عدد المقاعد للأحزاب التي ستدعمها مثل حركة النهضة والكتلة الوطنية وكتلة الإصلاح الوطني وحزب قلب تونس. هذه الأحزاب يعني يتجاوز عدد أصواتها 130 مقعد، ما يضمن مرور هذه الحكومة ونيلها للثقة. يبدو أن هذه الجلسة ستستمر إلى ساعات متأخرة من هذا الليل حسب يعني التصريحات التي نحصل عليها هنا في البرلمان أين نتواجد. يقولون إن النواب سيبدون آرائهم وتقييماتهم بخصوص الوعود ويعني النقاط التي تتحدث عنها هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف، لكن هناك أيضا أحزاب تقف في المنتصف، أحزاب اتخذت موقف يعني التحفظ ربما على إبداء موقفها. نتحدث عن الحزب الدستوري الذي كان في السابق قد أشار بحسب بعض التصريحات لوسائل الإعلام أنه قد يمنح الثقة لهذه الحكومة، لكن يبدو أن هناك متغيرات في المواقف والتصريحات. طبعا يعني النهضة ستدعم هذه الحكومة، ونعلم جيدا أن الحزب الدستوري يختلف سياسيا وأيديولوجيا مع حركة النهضة. يبدو أنه سيحتفظ يعني بآرائه ولن يمنح الثقة لهذه الحكومة الجديدة بحسب طبعا التصريحات التي نحصل عليها من البرلمان. نجلاء، يعني هل هناك حديث عن إجراء تعديل يعني في بعض الحقائب الوزارية في هذه التشكيلة الحكومية بعد فترة وجيزة؟ طبعا هذا يعود إلى هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية. هناك تحفظ على بعض الأسماء من قبل بعض الأحزاب، مثلا حقيبة وزارة الداخلية وحقيبة وزارة التجهيز والبنية التحتية. بعض الأحزاب يعني تعترض على الحقيبتين وعلى بعض الأسماء في هذه التركيبة وفق يعني منطق واتهام الميولات السياسية. هذا طبعا يعود إلى هشام المشيشي في الفترة المقبلة بعد حصول يعني تركيبته الوزارية على الثقة من البرلمان التونسي. لكن الإشكال الذي يتحدث فيه ربما حتى بعض المراقبين ووسائل الإعلام يتحدثون عن مدى حصول هذه الحكومة على دعم سياسي حقيقي، باعتبار أن البرلمان
قد يصوت لفائدة هذه الحكومة، لكن من باب الخوف من حل البرلمان كخطوة قد يلتجأ إليها رئيس الجمهورية التونسية إذا لم تنل هذه الحكومة الثقة. لكن إلى أي مدى يمكن لهذه الحكومة أن تجد دعم حقيقي في خطواتها، في قراراتها، في مواقفها، وخاصة في التشريعاتها التي تمر بها عبر البرلمان والقوانين التي ستمررها إلى البرلمان؟ هذا السؤال في الحقيقة يطرحه المراقبون وحتى على مستوى الشارع التونسي. هل ستكون حكومة دائمة أم أنها حكومة بضعة أشهر فقط؟ نعم. هي حكومة يعني حكومة الضرورة وحكومة الحال وحكومة الوقت الذي يعني سيمررها البرلمان وفق منطق الضرورة والخوف من حل البرلمان. إذن مراسلة الغد من تونس نجلاء بوخريس، شكرا لك.